حتى كانت التابعون يقولون رأينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عمر. فعندما أخبرته حفصة قال ما تركت قيام الليل بعدها. ويأتي الناس الآن في زماننا ويقول لك أن السنة ليست أمر واجب وهذه فيها خلاف والعلماء مختلفون في السنة، هذه الأشياء لمرضى القلوب. أما للمحبين للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف، لا ينظرون إلى سنة واجبة أو مندوبة. أصحابنا رضوان الله عليهم في تعاملهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالفضائل، بحادث الفضائل بدون الرجوع إلى صحة الأحاديث. لذلك لكم أن تقارنوا بين أذكار الصباح والمساء عند الشيخ حمود الصوافي وأذكار الصباح والمساء عند الشيخ سعيد القنوبي، هين أكثر الأذكار، هي موجودة في أي واحد منهن؟ الشيخ حمود ماله يأتي بكل الأذكار الواردة، الشيخ سعيد جاب إيش؟ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الصحيحة. أما الأحاديث التي فيها يعني كلام عند أهل العلم ما أتى بها الشيخ حمود. لا، الآن إذا جاءك حديث وقيل لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تأتي بأذكار معينة كذا مرة، تضرك؟ هل تضرك؟ منظر القلب. فيأتون بأحاديث الفضائل بدون أن يتدخلوا فيها، ما يصير يشوفوا هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، لأنهم يدركون بأن هذه تقوي القلب وتعزز من إيمان الإنسان. أما الصحيح وغيره لأهل الحديث، وفي الحديث الضعيف على كل حال كلام عند أهل العلم. ينبغي أيضا الناس أن تفقه شيئا من علم الحديث. علم الحديث ليس على إطلاق إذا جاء حديث ضعيف قال الناس خلاص ذا ما نأخذ به. الأحاديث الضعيفة بعض أهل العلم أوصلها إلى 49 نوعا، وينبغي للإنسان في أحاديث الفضائل ألا يتركها لأجل أنه حديث ضعيف. أحيانا ذلك الضعف يكون لأن الراوي مجهول العين، ما يعرفه، لم يصححه العلماء ولم يضعفوه،